مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا، لذلك قامت الدولة بتطوير المسار. وفي محافظة أسيوط حظي تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة باهتمام كبير تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القادمة. اهتمام كبير توليه الدولة المصرية لتطوير مسار العائلة المقدسة، والذي يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم. المسار المقدس يصل طوله إلى 3500 كيلومتر، ويضم نحو 25 نقطة ذهاب وإياب من سيناء وحتى أسيوط، ويعد مشروع تطويره من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية في مصر. لما كان السيد المسيح عنده حوالي سنتين، السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح جم زاروا مصر هنا هربا من اضطهاد الرومان، وعاشوا في بلد الأمن والأمان مصر حوالي 3 سنين ونص. وزارة السياحة مطلعة كتاب جميل ذكرت فيه 24 موقع زارتهم العائلة المقدسة، ومن أهم المواقع اللي زارتها هي الدير المحرق في القصية، ودير السيدة العذراء بجبل أسيوط درونكا هنا عندنا في أسيوط. يعتبر دير السيدة العذراء مريم بجبل قوسقام المشهور بالمحرق يعتبر من أهم محطات العائلة المقدسة في خلال رحلتها في أرض مصر. طبعا كلنا عارفين أن رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر استغرقت حوالي 3 سنين ونص من الرحلة. أكبر فترة قعدتها العائلة المقدسة في مكان واحد كمدة متصلة كانت في دير السيدة العذراء مريم المحرق، بلغت 185 يوم كاملة. في نفس المكان ده ظهر الملاك للقديس يوسف النجار وأعلمه بموت هيرودس وإن هم يرجعوا تاني إلى أرض فلسطين. فلذلك يعتبر المكان هنا من أكثر الأماكن المشهورة في رحلة العائلة المقدسة، وهي آخر محطة وصلت ليها العائلة المقدسة قبل عودتهم تاني إلى أرض فلسطين. محافظة أسيوط تحظى بنقطتين في المسار المقدس، هما دير العذراء بدرونكا التابعة لمركز أسيوط، والدير المحرق الذي يقع في مركز القوسية، ثاني أقدم كنيسة في العالم بعد كنيسة بيت لحم، ويقصد آلاف الزائرين من مصر والأجانب هاتين النقطتين في أسيوط طوال العام. الأجانب لما يزوروا هنا المكان، سمعت هذا القول أحدهم قال ذا ساكن دبليس أو ذا ولد المكان الثاني على مستوى العالم. وكان سفير الاتحاد الأوروبي كان بيزور ديرها سنة 2020، وهو داخل المغارة قال كأني داخل بيت لحم. وفعلا المكان جذاب جدا، وأي زائر بيدخل بيحس بروحانية عالية، وسمعت هذا المنطوق من ناس كثيرين. احنا منذ بداية الدعوة من حوالي سنة لإحياء نقطة المسار، وجدنا أن السياحة تقصد المسار بذاته، وحجاج لزيارة رحلة العائلة المقدسة، وإن شاء الله واعد جدا هذا النوع من السياحة. بعد مبارك البابا الفاتيكان وخطابه لكاثوليكي العالم ودول تعدادهم يصل إلى 2 مليار إنسان، هيكون عائد كبير جدا على مصر وعائد كبير جدا على السياحة من إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة. أعمال التطوير التي تمت بمسار العائلة المقدسة تضمنت إعادة إحياء وتطوير المناطق المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري وبشكل جمالي لخروج المشروع في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بمسار العائلة المقدسة ووضع محافظة أسيوط، ويسهم في وضعها على خريطة السياحة العالمية.